صوف. نعم. هايك علي. أنا زعلتك النهارده. تعالي بس. إيه في؟ مش قادر تستحملي يعني جوزك في ساعة زعل؟ لو عايز تحب عليا يا حمزة، والله العظيم ما هزعل. بس بلاش وصال. ابعد عن الطبع يا حمزة. أنت سمعتي كل الكلام اللي قاله نجاتي مش كده؟ ومش زعلانة. أنت اتجوزتني محلل وكتر خيرك قعدتني على ذمتك 10 سنين بحلو. حاجي بقى دلوقتي أعمل عيلة صغيرة وبغير عليك. تغيري ولا إيه؟ تغيريش عليا ولا إيه؟ ده أنا الود ودي أشقي قلبي وأحطك جواه. هتروحي إمتى بقى تكشفي عند الدكتور عشان نلاقي ده ولا اللي عندك ده؟ هبقى كويسة. بس أنت صعبان عليا يا حبس. ليه بس؟ كان نفسي أخلف لك ولد يخاوي عيالي. حلمت اخلف منك يا حمزة طول ال10 سنين اللي قعدتهم معاك. بس إرادة ربنا. ولسه قدامنا 100 سنة كمان مع بعض قدام. يا انصاف ده أنا ابن شوارع. من غيرك كان زماني عيل صايع والفوت. كفاية كده يا حمزة. عشان خاطري أنا. طلقني واتجوز. عشان تلحق تجيب عيالي. يشيلوا اسمك. بس وحياة حبيبك النبي تبعد عن وصل والطبع. أبوس إيدك يا حمزة. عن جد تيتا؟ طبعا حبيبتي عن جد. رفعت لك قضية نسب وكسبت القضية وهلا صار عندك جنسية لبنانية. هالورقة هيدا بيثبت إنك اسمك وصال مروان تيمان عبيد. حبيبتي هيدا أحلى خبر بسمعه بحياتي. لما أنت كنت جاية مصر عشان تاخدي بنتي مني. سيب الورقة ده، دي حاجة تانية. سيبه بقول لك. اسمع الكلام. أنت مالكيش أب غيري. أنت بتعمل إيه يا مجنون؟ أنا مجنون؟ أما أكلم أبوك يكلميه بأدب. وأنت من بكرة ترجعي بيروت لدفنك مكانك هنا. طول عمرك هيفضل اسمك وصال الضبع، مفهوم؟ حبيبتي يا رب يا الله كيف بدي اخلص هالبنت. يعني ايه انطاف؟ طب عودت البنت فين؟ بس انا عندي شغل. ما انا كمان يا توحيدة عندي شغل. مين هيقعد بيها هنا بس؟ يا ربي هات البت تعيط. يلا اتكل على الله. يا لهوي يا دي الكتوف. انت يا تيوتف اللي هتاخد البت وتقعد بيها؟ يا اختي انا. يلا قبل ما ارجع في كلامي تغيرتها؟ هاتي. الهي ربنا يكبرك. سلام. مع السلامة يا توحيدة. يا انصاف. قولي يا مجنون اللي جاب لك يا خليلك يا حبيبي. ماتي يا اختي يلا اتكل على الله. باي باي. انصاف. جعانة؟ عامل كوباية شاي؟ لا. اتفضلي. اتفضلي. نام على طول كده. عملت بيبي قبل ما تيجي ولا لا؟ اه. طيب
تردش على الزفت الله يخرب بيتك. انت لسه مصمم على اللي قلته امبارح؟ شفتيني مرة رجعت في كلامي؟ يكون بعلمك انك بتطفشني كده. عمايلك دي مش هتخليني جنبك ولا ثانية. يوسف اللي هيوصلها المطار وانت هتقعدي هنا. والله العظيم لو تيتا مشيت النهاردة ما انا قاعدة لك في البيت ده تاني. ايه هتهربي؟ ما ترد بقى الله يحرقك. على مهلك يا اخويا على مهلك قطعت الكرتونة. علينا يا ست الكل. ما ينفعش تشيل بضاعة دم قلبي كده وريحة خردة. عينيك ايه؟ لا باين عينيك ولا باين رجليك. اتخلى عليا اتخلى. كلام مش عاجبك. يا اخويا رد على موبايلك. موبايلك خرم لنا ودنا. يا واد رد على الموبايل يا واد. ايوه يا معلم. ازيك عامل ايه؟ شعلان نايم. هو كده لما بيحشش قبل ما بينام ينام له فيها يومين. ما ينفعش اصحهولك يا معلم، حتى لو صحيتهولك مش تفهم منه كلمه واحده. بقول لك ايه، هو العربون اللي انت اديتوني دوت عربون الانتخابات؟ الانتخابات. هو السؤال حرم ولا حرم؟ الموبايل اهو ياكش يصحيك. عمر يا مرياسة تعالى تعالى، ده انا كنت هطلبك. طب مش هتيجي تعين العيال اللي بعتهم للسحت من المعصرة؟ مش وقته، بقول لك تعالى. ماشي حاضر. اسمع عادي انت وهو اقعدوا هنا تحت التعريشه دي، اوعى حد يتلفت حواليه كده زي الحراميه لو ناويين تعمروا. يلا هنا هنا. ايوه هنا يا حبيبي. يلا هو احنا هنعمل ايه هنا؟ اقعد يا واسمع الكلام. امين. بقول ما تتلفتش اقعد. يلا اقعد يا رب. يلا بقى. ايوه كده. عمر يا معلم. يا شلبي هات لي شيشه وشاي. ايه يا طلبه؟ خير؟ خير؟ هيجي الخير منين؟ وصلها تروح مني.